السلام عليكم. النهاردة هنتعلم ازاي نحط الفاتس والتولرانس على لوحة مرسومة بالانفنتور. ده بارت محتاجة ان انا احط دايمنشن عليه عشان شكله يظهر شوية. هو عليه فات في الاوتر دايمتر بتاعه، لما انا قلت دايمتر فهو سيركل. اوكي، بس معلومة زي دي اكيد هتظهر على الدايمنشن لما احط فاي، صح؟ طيب احنا هنتعلم ازاي نحط كل المعلومات دي. هندوس على دايمنشن عادي، بعد ما رسمنا البارت وعملنا سكشن حطينا سنتر لاين. اوكي، من هنا كده اهو كتب 50. طيب ظهر لي ويندو. اول حاجه انا مش عارفه اشتغل وهو مفيش، مش مكتوب فاي كده، البارت مش واضح. لو هو مش سيركلر فهو سكاشن وفيوز تانية، لكن لو كله دائري اكتب فاي فاي وعايزه السكنس خلاص انا السكشن ده كافي. طيب احط زي فاي، اجي عند كلمة تكست هنا، اي حاجة اكتبها حتى لو عربي بتظهر في جنب الرقم. اوكي، فانا هختار السيمبل اللي انا محتاجاه، ممكن اي سيمبل من ده، لكن هختار الفاي. اوكي طيب، ايه بقى بعد كده في التاب اللي جنبه هنا؟ هعرف اعمل حاجتين. اول حاجه ان مثلا مش عاجبني الارقام دي كلها، كل الاصفار اللي بعد العلامه العشرية دي، فهي عند البرايمري يونت اخليها 1 1، يعني 1 ديسمال نمبر. ممكن اخليها في 5 اصفار بعد العلامه العشرية. تمام، طيب نخليها كده تاني. في بقى البرايمري تولرانس، طب هو فين التولرانس الاول؟ نتعلم بقى نشوف هيتحط ازاي. اول حاجه في ديفيجن، هنا الميزه ان انا ممكن احط اي upper limit واي lower limit. مثلا اكتب 5 واللور نيجاتيف 2 ملي. اوكي، ممكن اخليها بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. اول سؤال هيجي في دماغكم 2 ملي، انا كاتبه لكم علشان نشوف التأثير اللي هيطلع قدام. بوزيتيف 2 ملي يعني 52 و 55 في البليز اوف دي. طيب لو مش عايزاها بالشكل ده ممكن تبقى كده على طول، انا عايز دايمتر 55 و 52، مش عايز 50 خالص اصلا. تمام، طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن يبقوا جنب بعض بالشكل ده، دي ستاك دي لينير. ممكن اكتب الماكسيموم بس واعرفه ده الماكسيموم بتاعي، ممكن اكتب المينيمم، ممكن استخدم الفات وما اكتبش انا الليمتس بنفسي الابر باللور. وفعلا هو ظللهم وخلاها مش مسموح، مسموح لي بس ان انا اختار الفات الموجود اللي انا مختاراه از ديزاينر، وهو هيروح التيبلز وهيجيبه لي. طيب ده شكل ايه؟ ده شكل الفات اللي بيتكتب على كونستراكشن دروينج. ليتس سي ان انا اختار اتش 7 جي 6، اهو عندي كل الحروف والارقام. تمام كده، هنا فوق بعض، هنا جنب بعض. تمام، طيب لو انا عايزه اكتب التولرانس عشان ده وركينج دروينج، هو ده المطلوب، اروح ادوس على دي مثلا. هنا ايه؟ شو سايز ليميتس، كتبهم هنا 50.0 و50 بس. دي فعلا التولرانس بتاعت الاتش 7، ممكن تكتب بالشكل ده بدل ما يكتب السايز ليميت اللي هو نومينال بلس الارقام دي، لا كتب التولرانس بس. طيب هل ده اصلا هو الهول بتاعي؟ لا، ده الشافت بالنسبه للهول التانية هو هيركب عليها. يبقى اروح عند الهول واقول نوت افيلبل، ده مش الهول، واروح عند الشافت واختار عنده ان هو كان G6. اوكي بس، وغير الارقام عمل مظبوط. طيب احنا فاكرين كنا بنطلع الارقام كانت اكبر من كده، صح؟ في اكتوريسي ضاعت بسبب ان انا مش كاتبه بدقة، مش كاتبه لحد 3 ارقام، لحد 1 من 1000، فغيرتها من البرايمري تولرانس. شوف لو هزود هتفرق في حاجة؟ لا مفرقتش، خلاص نرجع 1 من 1000. طيب برايمري يونت ممكن اخليها 50 بس.
تمام بس كده. طيب في طريقة تانية ان احنا نعرف فيها الفاتس والتوليرانس، ممكن ندوس على limits و fats calculator. طيب ده الشكل اللي احنا بنشوفه في الجداول بتاعتنا لما نيجي نفهم تأثير الحروف دي والتوليرانس زون، ونشوف الماكسيمم كليرانس والمينيمم كليرانس وكذلك الانترفيرانس. فخلونا نجرب مثلا ان احنا نخليها كليرانس هنا، فاختار اتش 7 على اتش 6، وده شكله، ده الهول، ده النومينال بتاعه. اوكي، ممكن هو يبدأ من 0 0، وممكن يبقى أوسع، ده درجة الأصفر دي. اوكي، وكذلك الشافت ممكن يكون عند النومينال اللي هو الدايرة السودا دي، ممكن يكون أقل عشان يحصل عندي الكليرنس ده، ان الهول بيوسع والشافت ممكن يقل. واقصى حاجة، اقل درجة كليرانس لما يصادف ان الهول اضيق حاجة والشافت اكبر حاجة، هيكون ان الاتنين عند النومينال وزيرو وزيرو. تمام، كل المعلومات دي فين اهو؟ مينيمم هول 20 مليمتر، ماكسيمم هول 20.021. طيب ايه الابر ليميت اللور ليميت، وكذلك نحسب الشافت والمينيمم والماكسيمم والابر واللور. يبقى المينيمم كليرانس اللي هو الحالة دي 0، والماكسيمم كليرانس لما يكون الشافت اقل دايمتر والهول اكبر دايمتر هيكون 0.034، والميد بوينت دي هو حسب المتوسط يعني. طيب هو اختار كليرانس، بس انا ممكن اختار اي حاجة تانية، ممكن اف اي دي. كل بصوا، كل ما بروح للحروف بداية الحروف الأبجدية كليرانس بيوسع ازاي جدا. طيب هل ممكن اختارهم بطريقة تانية؟ في هنا preferred fits، خليها G6، ممكن F، ممكن E. تمام، طيب ممكن نختار interference، شايفين هنا، خلينا نختار interference ارث مثلا. طيب يبقى هنا الشافت بيبقى مينيمم شافت ان هو اكبر من النومينال دايمتر، و الهول ممكن يبدأ من 0 عشان هو بيزك واخد الاتش، ادي حرف الاتش هو بدأ من النومينال سايز، وممكن يبقى اوسع. تمام، لكن الشافت بيبقى ازيد من نومينال سايز دايما عشان انترفيرنس فات. اهو نشوفها هنا، مينيمم هول 20، ماكسيمم هول ذا سيم، لان انا اهو اتش 7 ونفس الدايمتر، ف whatever هو مع الشافت اللي راكب عليه خد انهي values، هو دي values بتاعت الهول. طيب مينيمم شافت 20.028، ازيد من 20، والماكسيمم شافت 20.04. طيب يبقى مينيمم انترفيرنس 0.07، الماكسيمم 0.04، فكده كده لازم يحصل انترفيرنس، و الفاليوز بتاعتنا في 1 من 1000. فأنا لو اخترت ان يتكتب لي 1 على 100 بدقة 1 على 100 بس، وقتها في values هتضيع، مش هبقى شايفاها بدقة. تمام، ممكن برضو اختار هنا، اختار الحروف والارقام زي انا عايزة، في transition، وهنا شايفين الكيس دي ممكن يصادف انه يكون الشافت ده في اقل حاجة ليه minimum shaft، ويكون الهول في الماكسيمم بتاعه، ويبقى عندي سبيس اسمها كليرنس،
ممكن يحصل ان الشافت يكون في اكبر حاجة ليه والهول في اقل حاجة ليه، بيحصل انترفيرنس صح؟ هو كتب كليرانس ماكسيموم انترفيرنس ماكسيموم. طيب ايه اللي هيحصل لو غيرنا الارقام دي؟ خلينا نشوف، خليها 13 مثلا. شايفين التولرانس زون زاد جدا ازاي؟ انا بقيت ممكن اطلع هنا اهو في الهول، خلينا نشوف الماكسيموم والمينيموم. ممكن اطلع 33% ملي متر زيادة بسبب ان الماشيننج بتاعي مش دقيق. اخترت 13. طيب ممكن اختار حاجة تانية، ممكن اختار 10 مثلا. طب نختار حاجة قليلة زي 3. شايفين فرق 0.04 مليمتر. اوكي نجرب 18. ضخم جدا، وصل لتلاتة ملي. انا ممكن اطلع حاجة 20 مليمتر ديامتر او 23. تمام، بس كان رجعها زي ما كان.